أصدقائنا الأعزاء، جولتنا اليوم إلى جزيرة ناغابيرت، نصب الإبادة الجماعية الأرمينية في يريفان. في 28 نوفمبر من عام 1968، وتخليدا لضحايا الإبادة الجماعية لعام 1915، تم افتتاح نصب جزيرة ناغابيرت، قلعة السنونو بالعربي، في داخل العاصمة الأرمينية يريفان. وكل عام وفي يوم 24 أبريل نيسان، مئات الآلاف من الأرمن والأجانب يزورون هذا النصب احتراما للضحايا البالغ عددهم 1.5 مليون أرمني الذين قتلوا في منطقة القيصرية العثمانية من قبل الحكومة التركية. في عام 1965 وفي الذكرى 50 للإبادة الجماعية، نظمت في يريفان مسيرات مليونية، وبسبب تلك المسيرات بدأوا في عام 1966 بالشروع بإنشاء هذا النصب، وتم الانتهاء منه في عام 1968، وبدأوا الجماهير الغفيرة بزيارة هذا النصب ووضع الزهور حول النار الأزلية، والدعامة البالغ ارتفاعها 44 متر تدل على الولادة الجديدة للأرمن. وهذه الجدران المائلة 12 تمثل المقاطعات 12 التي تعرضت للإبادة، صممت بشكل منحني احتراما وانحناء أمام الشهداء الذين سقطوا، والتي هي حاليا متواجدة في الأراضي التركية ومغتصبة منذ عام 1915. وفي مركز الدائرة يوجد النار الأزلية، وفي الحديقة الممتدة حول النصب بنيت جدار بطول 100 متر، ونحتت عليها أسماء أكثر المدن والقرى التي تعرض سكانها للإبادة. وفي عام 1995 وقرب النصب تم افتتاح متحف يوجد فيه العديد من الصور والوثائق والأحداث التي دارت عام 1915. وبشكل خاص يوجد في المتحف منشورات خاصة وصور لمجموعة من المصورين الألمان الذين كانوا حلفاء الأتراك أبان الحرب العالمية الأولى. وفي الحديقة القريبة من المتحف تم غرس العديد من الأشجار من قبل رؤساء وملوك وشيوخ الدول الصديقة، تخليدا لأرواح ضحايا الإبادة الجماعية. هذه الدعامة التي تبلغ ارتفاعها 44 متر تشير إلى أرمينيا كاملة، أرمينيا الشرقية وأرمينيا الغربية المحتلة. الجزء الصغير تمثل أرمينيا الحالية، والجزء الكبير منه تمثل أرمينيا الغربية المحتلة، وهي تعادل 1/3 مساحة أرمينيا الحالية. وهناك رأي آخر حول معنى هذه الدعامة بأنها تمثل جبال أرارات، قمتي جبل أرارات، أي قمة ماسيس الدعامة الكبيرة، والجزء الصغير منه قمة سيس.
متابعينا الأعزاء، أترككم مع هذه اللقطات من الاحتفالية التي جرت في يوم 24 أبريل عام 2015 بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة الجماعية. نشكركم، وإن شاء الله نلتقيكم في جولات أخرى، وإلى اللقاء.